كابتن هاني، امر مميز للنادي الاهلي انه يكون عنده 10 القاب في دوري الابطال، وانت واحد من صاحب تجربه كبيره في اوروبا، وايضا ساهمت في نجمات الاهلي في بدايه ابتداء من 87 مع التصعيد. صحيح صحيح. لما ترجع كده بالذاكره ل 87، الحدث ده كان بدايته ايه؟ 82 بقى انا كمان عايز اقول على اول كاس وانت في شارع خيرت. بالظبط. لا انا كنت في شارع، لا قبل خيرت كنت في الشيخ رحيم في عابدين. ايوه خيرت لا بعديها بشويه. كنت طبعا، وعلى فكره دي كان اول، يمكن اول سنه انضمام للنادي الاهلي، كان عندي 11 سنه. وانا فاكر كويس قوي، عامه كعادتنا طبعا اي مباراه للنادي الاهلي وخاصه مباراه القمه ومباراه الافريقيه، عارف الاحياء الشعبيه كلنا، وبتبقى ساعه المباراه بتلاقي الدنيا هس هس، وبعد المباراه كلنا بننزل في الشارع او في الحاره. أيوة. وبيشيلوا، بنشيل بعض وبنفرح، فالاجواء ديت يعني انا متخيلها ولسه. جيت انت الاهلي سنه كام بقى؟ انا جيت الاهلي تقريبا 83 82 83. جاي بعد النجم على طول. بالظبط يعني جاي ورا النجم. ما صدقت يعني يعني انضميت، انا كان عندي 11 سنه للنادي الاهلي في قطاع الناشئين، كابتن طبعا مصطفى حسين الله يرحمه يعني ضمني للنادي الاهلي. لكن عايز اقول ان طبعا المشوار الكبير اللي انا عشته بره حوالي 15 سنه في اوروبا، زي ما امير وزي ما حضراتكم قلتوا، ما فيش نادي في العالم بيحقق 10 القاب على مستوى القاره غير ريال مدريد. وبالتالي وانا موجود حتى بره دايما لما بنتقل من نادي لنادي، قال لما بيكون موجود في نادي بيبقى في اوتوجرام كارد، يعني بيكون في كروت كده للعيبه، دايما كنت بتشرف ان بيكتبوا السي في بتاع اللعيبه ورا. جاي منين، بدايته منين. يعني حتى وانا مثلا رايح نيوشاتل، رحت بريمن بالكارت دوت مكتوب هاني رمزي كان منتقل من الاهلي المصري. فالنادي الاهلي اسمه موجود في اوروبا اوريدي من زمان يعني. فالالقاب والبطولات اتعودنا عليها في النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي اتعودوا عليها. اللقب العاشر دايما بيبقى مميز، رقم 10 دايما مميز. صحيح. حتى على مستوى الالقاب. صحيح. مش مستوى التيشيرت كمان. صحيح. وانا يعني كلنا عشنا اللقب التاسعه والعشره، تحس ان كان لما التاسعه والعشره دي حدوته كبيره. بالظبط، دي حدوته كبيره. الناس عايزه كلام يعني التاسعه والعشره دي ليهم كلام كبير. هي العشره طبعا، يعني طبعا زي ما احنا بنقول كلنا بنقول احنا فخورين ان احنا بننتمي لكيان كبير زي النادي. صحيح. الاهلي، ودايما دايما الجماهير ودايما البطولات يعني عاشقه كمان لدولاب النادي الاهلي. ان شاء الله يعني انا متفائل جدا بالفتره اللي جايه، ودايما النادي الاهلي في القمه ان شاء الله.